السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة يا جماعة موضوعي بيتكلم عن الداعية الدكتور عمرو خالد. وفي الحقيقة قبل ما أبدأ أحب أقول إن عمرو خالد من الناس اللي أنا اتأثرت بيها، ربنا يبارك له ويزيده من علمه ويهدينا ويهديه ويجمعنا في الفردوس كلنا مع بعض إن شاء الله. بس حبيت أقول إن عمرو خالد خلينا ننظر للدين نظرة مختلفة. لما كنت في ثانوية عامة، الكلام ده من 20 سنة تقريبا، وخلاني أتعمق في الدين أكتر وأفكر أقرأ وأسمع وأحب الدين وأنظر نظرة تانية. الحمد لله، يعني أنا بفضل الله ملتزم إلى حد ما وبصلي. في فترة ثانوية عامة كنت شوية متلخبط، وكانت فترة من فترات اللخبطة في حياتي، ربنا يثبتنا. وأول مرة شفت فيها عمر خالد كنت في ثانوية عامة من 20 سنة، وشفته على قناة الـ MBC، دي كانت من قنواتي المفضلة، وتابعت الحلقة وكان عجبتني جدا جدا، وحسيت إن أنا بغير طريقتي في الصلاة، بستمتع أكتر بالعبادة وبالطاعة. ومحتاج اني اقرب بقى من العلماء اكتر وما اخافش، وان في علماء كتير ليها يعني علماء شباب، وزي كان عمرو خالد وقتها شاب، ربنا يديم عليه نعمة يا رب، الشباب شباب القلب. وادخل في صلب الحلقة على طول. انا حبيت بس جايب شوية معلومات من الانترنت عن عمرو خالد عشان اللي ما يعرفش عمرو خالد يعرفه، واللي يعرفه يعني مجرد برامج يشوفها لكن ما يعرفش عنه بعض المعلومات او اسامي البرامج بتاعته، او اذا عنده معلومة يضيفها. انا عارف ان ليه نقاط كتيرة جدا، وكلنا لينا نقاط، يعني كلنا لينا اخطاء، لكن كلنا بنتعلم من اخطائنا وبنوجه نفسنا للصح دايما ان شاء الله. طيب هبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا عمرو خالد الجزء الاول. الدكتور عمرو محمد حلمي خالد، 5 سبتمبر، اتولد سنة 1967، هو داعية إسلامي ومفكر مهتم بالإصلاح الاجتماعي. هو كمان مؤسس جمعية صناع الحياة، وكانت بداية عمله الدعوي في مصر. طبعا صناع الحياة يعني جمعية اسمها جميل جدا جدا، صناع الحياة، فربنا يوفقهم يا رب. بداية العمل الدعوي كانت في مصر ومع بداية القرن الحالي، وبعد كده اتذاع صيت عمرو خالد في جميع أنحاء الدول العربية والإسلامية. طيب، قدم العديد من البرامج التلفزيونية اللي حققت شهرة كبيرة جدا في بدايتها، وقام بتأسيس حزب مصر المستقبل سنة 2012، بس هو استقال منه لأسباب سياسية من جهة، ورغبته في التفرغ إلى الدعوة من جهة أخرى. طيب، اتولد زي ما قلت لكم في 5 سبتمبر 1967، وعمره 50 سنة حاليا، ربنا يطول عمره في طاعته. والإقامة في اسكندرية مصر، وموطنه مصر، والديانة مسلم، والمذهب سني، والحزب حزب مصر المستقبل، بس استقال منه كما ذكرنا. والزوجة علا عبد اللطيف، والأبناء عمر علي، ربنا يبارك له في أسرته وأولاده، عنده أولاد عمر وعلي، ربنا يبارك له فيهم. والوالدان، الوالد بس الأب عندنا معلومات اسمه محمد حلمي خالد، ربنا يرضى عليه. جامعة القاهرة، هو خريج جامعة القاهرة، ودي الجامعة الأم، وبعد كده جامعة ويلز، والمهنة محاسب، وأكتر أعماله البارزة هي صناع الحياة. وأثر في المعز مسعود ومصطفى حسني والبراء يوسف، ودي توقيعته عمرو خالد. طيب عمرو خالد يا جماعة حصل على شهادة بكالوريوس تجارة من جامعة القاهرة سنة 1988، واشتغل في أحد المكاتب المحاسبة لمدة 7 سنوات. بعد كده افتتح مكتب محاسبة خاص به في العاصمة في القاهرة. بعد كده حصل على دبلوم الدراسات الإسلامية من المعهد العالي للدراسات الإسلامية بميت عقبة في الجيزة،
بعد كده حصل على درجة الدكتوراه في الشريعة الإسلامية تحت عنوان الإسلام والتعايش مع العرب من جامعة ويلز بريطانيا في 19 مايو 2010. الأنشطة الطلابية والرياضية: هو رئيس اتحاد طلاب كلية التجارة بجامعة القاهرة سنة 1988، وكان نائب رئيس اتحاد كليات جامعة القاهرة 1988، وكان عضو فريق الناشئين بالنادي الأهلي المصري سنة 1985. أول حاجة هو قام بإلقاء الدروس في نادي الصيد في حي الدق في القاهرة، بعد كده راح المسجد الحصري في العجوزة، بعد كده مسجد المغفرة في حي العجوزة. مسجد الحصري أعتقد مش في العجوزة، عفوا أعتقد في 6 أكتوبر. بعد كده راح مسجد المغفرة في العجوزة، بعد كده ازدحم المسجد لم يتحمل، يعني اتملى على الآخر، واتنقل منه راح لمسجد الحصري. أيوة هو في 6 أكتوبر فعلا أهو. وبعد كده اشتهر جدا عمر خالد، وبدأ الشباب بيحضروا له دروس كتيرة جدا جدا جدا، قادمين من أماكن بعيدة. أنا فاكر فعلا أنا كنت في الكلية بقى في الفترة دي، يعني خلصت مرحلة الثانوية العامة، وهو فعلا اشتهر جدا، وكانت الناس كلها بتروح أكتوبر وأنا كنت بيبقى نفسي أروح، بس كان مشوار بعيد عليا، وكانت الدنيا واخداني والدراسة وفترة الشباب لسه ما كنتش مستقر نفسيا عشان كنت بسافر وكان عندي مسؤوليات والتزامات كتيرة، لكن كنت يعني دايما بدعي للدكتور عمر خالد وشايف النجاح والإصرار في عينه من أول يوم سمعته فيه. ربنا يصلح أمتنا كلها يا رب. طيب ندخل نرجع تاني لموضوعنا. هو راح مسجد الحصري عشان الدنيا بقت زحمة في 6 أكتوبر والناس كتير بقت تروح له، معظمهم كان شباب. بعد كده نجوميته وصلت لغاية الوطن العربي، وانطلق عبر الشاشات الفضائية من خلال قناة اقرأ، وبعد كده حاضر في مصر وعمل محاضرات عامة ولقاءات لمدة 2 سنين من 2000 لغاية 2002. بعد كده وصلت أعداد الحاضرين ل35 ألف، بالإضافة إلى دورات متخصصة لأكثر من 40 إعلامي عربي في بيروت في مارس 2003. ما شاء الله. بعد كده ساب مصر في 30 أكتوبر 2002 عشان السلطات المصرية خيرته بين التوقف عن الدعوة وبين مغادرة البلاد. المهم راح عمرو خالد بيروت، بعد كده اتقتل رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري في فبراير 2005، ومنها غادر إلى بريطانيا، وبعد كده حس إن لبنان غير آمنة. عمرو خالد بيؤمن بأنه مفيش نهضة من غير التمسك بتعاليم الدين الإسلامي، وإن دور المسلم ما يقتصرش على العبادة فقط من حيث الصلاة والزكاة، لأ لازم يكون للمسلم دور في النهضة اللي يشيدها العام، لأن جميع مجالات الحياة سواء كانت علمية ولا سياسية أو اجتماعية خاصة بعد ما وصلت أحوال المسلمين إلى ما هو عليه الآن. فهو ده اللي دفع عمرو خالد للتقدم لبرنامج أطلع عليه صناع الحياة، بأنه عايز يقول يعني عايز أبدأ حياة جديدة، وإحنا إسلامنا دين عظيم وعندنا ناس كتيرة خبرات ولكن عايزين نسلط عليهم الضوء والنور في عمل حاجة اسمها صناع الحياة. دعا فيه الشباب العربي والمسلم عشان يعملوا حاجة ويتعلموا من بعض، عمل مشاركة في مشروعات تنهض بالبلاد العربية، عمل تقدم مقدما العديد من الاقتراحات ومشروعات يمكن للشباب المشاركة فيها. ده كان عمرو خالد النهاردة يا جماعة، الجزء الأول اللي عمل مشاريع كتيرة جدا للشباب، عارف يعني ايه فعلا قيمة الشباب، زي ناس كتير برضو عارفة قيمة الشباب عندنا وبتتكلم، لكن عمرو كان مصر وربنا يعني أراد إن هو ينتشر ويدخل مجال الإعلام وفي التلفزيون يبقى ليه جمهور كبير. يا رب شبابنا دايما كله يبقى كويس، ويبارك لنا يا رب في علمائنا وفي دولتنا وفي كل الأمة الإسلامية والعالم كله، يا رب ينزل عليه الأمن والأمان.
والرحمة والسكينة. ولو عجبكم الفيديو دوت اعملوا لايك. ويا جماعة الكومنت مهم جدا، لو حد يحب يضيف معلومة او يستفسر عن شيء الكومنت مفتوح للجميع. وشير يا جماعة برضو الفيديو لو عجبك اعمل شير، واستنوني بقى في الجزء التاني من عمر خالد ان شاء الله.